هل الذنب الصغير إذا داوم عليه الشخص يعد كبيرة؟ ليس هناك نص يفيد ذلك، لكن ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا عائشة، إياك ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا، كقوم نزلوا في بطن وادي فجمع هذا عودا وهذا عودا، فلما جمعوا حطبا كثيرا أنضوجوا لحمهم. فكذلك الذنوب الصغار، هذا معنى الحديث، إذا انضمت إلى بعضها أهلكت صاحبها.